سلام، فيديو جديد من فيديوهات رفروف ارت شانل بيطلع عليكم لليوم. اليوم رح نتعلم كيفية صناعة هيدا الطاووس بالأوراق الملونة. كل اللي بحاجة له أنا أولاً بحاجة إلى كرتونة زرقاء، وبحاجة إلى أوراق ملونة، بحاجة لجلو، مقص، قلم رصاص، عيون، وبحاجة إلى كرتونة باللون الأخضر. الخطوة الأولى اللي بدي أعملها، أنا بدي أتعلم، بدي أرسم الطاووس. حنتعلم سوا. هون رسمته أنا بالسابق، حنرجع نشوف كيف بينرسم. أولا بدي أرسم شكل بيضاوي رفيع، نصف دائرة، وخط منحني إلى الداخل، خط منحني إلى الخارج، مثلث صغير، خط منحني إلى الخارج، وخط موازي للرقبة بهذا الشكل. من الأسفل رح أرسم مستطيل صغير ومستطيل أكبر. رح أقسم هيدا المستطيل إلى قسمين بقلم الرصاص. من بعد ما أقصه لرسمتي رح يطلع عندي هيدا الشكل. رح جيب الجلو أضع شوي عليه وثبت العين، ومن الجهة الأخرى أيضا نفس الطريقة رح نجيب الجلو، وأكيد ما بكتر لأنه هيدا الجلو سريع لينشف على السريع. بدنا نحط كمية جدا قليلة. في ناس بيفكروا إذا كتروا الجلو يعني بيلزق أسرع، هو خطأ. بالنسبة للكرتونة الخضراء رح جيب أنا قياس المستطيل اللي أنا قصيته، وبالشفرة أو بالمقص، هون إذا بدنا نستخدم الشفرة أكيد بمساعدة أهلنا، بدنا نقص وسط الكرتونة، دخل المستطيل بهذا الشكل، و بدي احط جلو من جهة من المستطيل وثبتها الى الخلف، يعني بهيدا الشكل. رح احط جلو هون وثبته بالجهة المعاكسة هيك. أنا ثبتت الطاووس عندي على العشب الأخضر. حنوضعه جانبا لنتعلم كيفية صناعة الريش تبعه. بالورق الملون حنختار ألوان متعددة، برتقالي مثلا، أخضر وأزرق. رح نحط الأوراق فوق بعضها. هون لأكسب وقت، أنا في أعملهم ورقة ورقة وفي أعملهم مع بعضهم، ولكن أفضل يكونوا مع بعض ليكونوا قياس واحد. رح أتني الورق بهذا الشكل. هون أنا عم بعمل مروحة، بفيديو سابق تعلمنا صناعتها. برجع بكرر العملية لتخلص كل الورق.
شدهم منيح وبفصل الاوراق عن بعضها. بالنسبه لتثبيت الاوراق ببعضها رح اجيب انا هون شوية جلو وثبته بطرف الورقة الأخرى بهيدا الشكل، فوتهم داخل بعض وبضغط عليهم ليصيروا مع بعضهم. اللون الآخر برتقالي مثلا بنفس الطريقة، حنحط جلو من طرف الورقة من الداخل وهوني أنا بكرر العملية ليخلصوا الألوان كلها اللي عندي. برجع بعد ما خلص الألوان برسم على كل ورقة شكل الدمعة، يعني برسم باللون الأسود دمعة ونقطة سوداء، دمعة أصغر ونقطة سوداء بالداخل. لا على كل ورقة منهم رح ارسم نفس الشيء ليطلع عندي بالآخر الشكل هيدا. هوني أنا عملت نموذج، جبت المقص وقطعت بالوسط لثبت النموذج على الطاووس عندي. الآن رح نجيب الجلو ونوضع التلزيق من الجهتين اللي قصيتهم أنا. نجيب الطاووس ومنثبت الطاووس بهيدا الشكل. هلا منجيب الجلو ومنحطه على الطرف ومنثبت الورقة تاعتي بهيدا الشكل. نوضع جلو كمان هون ومنفتح الطاووس لنثبت من الجهة الأخرى. بضغط عليهم شوي ليثبتوا وهيك أنا كون خلصت الطاووس تاعي. صار جاهز لزين في غرفتي او المكان اللي انا بحبه. ان شاء الله تكونوا استفدتوا، ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو اليوم لليوم. الى لقاء اخر بفيديو جديد من فيديوهات رفروف ارت تشانل. ما تنسوا لايك وسبسكرايب اذا عم بيعجبوكم فيديوهاتنا. باي.